اوكي هنسجل، ثلاثة اللي تشوف سوي قطار العجيب، عرفت؟ شوف انا الحين شو بسوي، لان هذا بالوعه صح، ابغى اسوي ميديوم باتري، عرفت؟ منرال اكستراكتر هذا اهم شيء نسويه. خليل زين، من الاستراكتر لحظه شو كان يبغى له؟ مات موجود متعلمينه بس مش محطوط، عرفت؟ هي ادري مش محطوط، ترى انا الحين كنت بسوي امس من الاستراكتر تعيد، ايه كان يبغى له كومباوند، بس وينه؟ كومباوند وين؟ لحظه خلينا نسوي، عندنا كومباوند بالهبل اللي يبينا امس صح؟ اوكي يلا، ولازم نسوي كانستر. كانستر شو يسوي؟ كانستر لحظة خليني اسوي ستورج صغير واسوي شيء ثاني. لحظة انا مش كل ما ابى هذا، لحظة هالسولر هني لعوزني، لحظة ميديم ستورج، مش كل ما ابى كومبوند بحطيه، لحظة بسوي ميديم ستورج برسل كومبوند هناك عشان يوم يبى يشل، عرفت؟ خلينا نشل السولر هذا، نعقه مكان ثاني، ما يركب على ستورج السولر، لازم على مبنى دايركت. سوي شي زين، سوي ميديوم ستورج، انت فهمت علي شو بسوي صح؟ لا بحط ميديوم ستورج، بحط كومباوند هنا يا اخي، مشكلة وانا بكومباوند بو المنيوم بن رص صح ولا؟ الحين بس نسوي هذا خليل، ها كم تبغى المنيوم هذا بني؟ ترى شو بنسوي الحين؟ اكسجين فول، اكشن فول اذا الحين زين. شو الحين انا شو بسوي؟ لحظه عقب برسل ستورج، الحين انا ابغى اسوي مش فابريكيتر، لا ابغى اسوي منرال اكستراكتر. حلو، شوف دامه في الستورج يشله من اي ستورج، شو ولا لا؟ انا كنت حاط واحد هذا، نبغى منرال اكستراكتر برنت زين. منرال اكستراكتر على شو يشتغل؟ على الكهرباء؟ ايه شي، هو نفس فابريكيتر وهالسوالف. هذا منرال اكستراكتر استوى البرنت، حلو عندنا رد اللارج تيبل الحين. عجيب يركب هني يا ريال، على يم منرال اكستراكتر شوف، ولا ما يركب بس ما ينفرش. اوكي سوري، هذا شو يسوي خليل؟ شو نبغى نحن الحين؟ كومباوند سامبل نيدد، ريزن سامبل نيدد، امونيوم مثلا، لتر كول، شو تبغي؟ تيتانيوم، ليث، كل شيء، بس لازم نكون النيب حبه. نحن الحين لحظه، نحن الحين بنحتاج فعليا المنيوم اول شيء. فور سيك اوف تيستينج بس وراك شيء، اوكي بس المنيوم حطيت، بس سويل موجود عندي انا، هذا ريفايند ما يضبط، سويل لازم روح صح، بس سويل عندي انا، حاط سويل شوف كومباوند هذا صح؟ ايه بشيل وحده براوي، بس يباله سويل. عندي انا كنت حاط لنا مش سويل، يبالي هذا كانستر. كانستر هي بس تعبيه لازم تعبيه. كانستر هاي تحطيه عندك، شوف كانستر تحطيه عندك. شوف خليل عيونك شو يصير. لحظه يا سعبي، شوف الحين سويل. This is one no? طلع واحد سين. لحظة أنا الحين هالسولر هذا لازم أفتك منه، أنا حطيته هناك زين. هاي في سلاحك ترى متحطي اثنين ثلاث،
مش اثنين حتى. ثلاثة هاي عضو حطيتهم. بس لحظة، كل سوي اللي يطلع لك شو اسمه واحد كومباوند واحد. كل شيء كل شيء. لا لا، إذا الحين نترس الثلاث هذا واحد وان سامبل للحين يعني في مجال، عرفت؟ نجيب أكثر. يعني أي ماتيريال نبغى شيء، يعني إحنا سارين بنفرم وشيء أكيد بنحصل. هاي اللي بينترسون، عرفت؟ سويل ما سويل وسوال بالي فنستر. ها نحن الحين شو نبغى؟ شوف بكل بي نبغى كم عندنا ريسيرش بوينتس؟ 1600. شو رايك نسوي السيارة العودة ونزودها فول؟ سيارة العودة بس ماتيريال شو يبغى؟ هذا السؤال. ميديوم روبر، لارج روبر يبغى له 6000 ريسيرش. بنصير نجيب اللي هناك، تعرف شو خليه يولي، بنسوي الميديوم روبر كله. اوكي زين، انا بصير اشوف ميديوم بتر شي يباله. لانها صدق صدق يباله ميديوم بتر، ترى من الخاطر ميديوم بتري ما مسوي له ريسيرش الحرب. لا ميديوم باتري بول 6000 بعد. وول بس بعرف شو صرفية الكهرباء مال بتكون. خلينا نشبك على الاقل اثنين. بس عن هذا شوف صرفيته بيكون ازق عن هذا، بس دام انه ينقلص يعني في قلص اموره طيبه، عرفت؟ اذا تفكر فيها يعني قول بنسوي فرضا ثلاث مواتر سويت. ايه ثلاثة، واحد بس حطيت فيه انت شو بتري وكرسي وش اسمه وهذا سولر. ترى شوف الحين سويت برنت حق ميديوم حلو، واثنين استورج. ايه عرفت يعني بيسدك، وحتى هاي لك ترى يعني ما بيحتب ان ياسين يمشون، عرفت؟ نحن بس المشكلة بس يوم تحط الكرسي ينحط بالعرض، خايس شكله صح؟ ولا يسوي تعدله؟ كرسي بثلاث رغم نحط الكرسيين. طب ما عندنا مشاكل ترى. نروم نحط كرسيين في اول واحد. اذا تي نروم نسوي قطار ابو خمسة ستة نحطي واحد بس بترز يا ريال. ايه بالضبط، عرفت؟ طاف يعني عرفت؟ ما في لارج بتري. شوف شيء اقول لك الماتيريال اللي يعني شوف في الكوكب هذا في ذس بلانت الحين احنا نمشي شيء شو نحصل كومباوند هالسوالف صح؟ هذا ليش وقف؟ ما قام يبني بتري. بس شوف السويل ما طلع لي سبام يا اخي، ليش؟ لا يسوي لان بس واحد حاطين احنا مو بوايد. ما سويت انت، ما دقيته وان ستار. ما في سويل يا رجل. السويل كم حبه يطلع؟ ما هلا بعرفه الحين. النيب هذا بشوف كيف ينقلص. زين لان هذا اوريدي علينا نحن باور جنريشن سورس صح؟ ايه لحظة بس ما تروم تحطي ورا شيء خلاص صح؟ في تو سلوتس يسكرن. روح امشي شوي. لحظة يا ستار كيف كونكشن هذا؟ حبيب زين هذاك بعد بتري ما له وياه. لحظة خلينا نسوي كبداية نسوي لنا ثلاثة، شو رايك؟ وين سيارة صغيرة؟ بس حط ستورج فيه هذا البلت ان ستورج ماله اكبر عن هذا. لحظة الحين إذا ريوس بهذا هني شي ينحطن اثنين فيه من شفت هاللي وراك. ايه اثنين ينحطن منه، عرفت؟ ايه يعني
get most open seat open seat بس open seat يطلع لي ليش؟ زين صبر خلنا ندخل research center. شوف research. زين مش بيكن ولا كرين؟ هذا كرين حقه هو ظني صح؟ دريل هيد كرين تروم تسوي هي تروم في ونش 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 يسوي لي ونش تقلص فيه اشياء الاشياء اللي طايحة عرفت؟ هي سمول روبر ميديوم روبر لا روبر خليه يولي شتل مونوبا هذا اوبن سيتس هابتات انكلوز سيت وين الستورج ماله؟ هي ما اقول لك شو اسوي بس يا سدورة الدريل اظن اللارج ستورج انت قصدك صح؟ لارج ستورج؟ لحظة انا عارف شكله شيء ما ادري كيف غريب يعني. مثلث؟ اولموست هي في لارج ستورج ترى غير مو عندنا ما مسوي له ريسيرش الحين ميديم شريدر ما يخصه في كوندنسر تريد بلاتفورم شو هذا؟ اوكي اسمه لارج ستورج هي شكله شيء مثلث نص مثلث زين لارج ستورج وضعه بسيط هذا البلت ان اللي يبني في الموتر ونروم نبني حق شغلات ثانيه بعد صح؟ يعني تحطه شوف يكون بلت ان ها يعطيك شفت الكبار هالريسيرش تحط اثنين فيه الواحد يحط فيه اثنين يعني كنا تو سلوتس يا اخي وين كان في اي تب؟ فور يعني احسب حصلته لارج ستورج او عندنا 1500 بسوي له ريسيرش اوكي؟ اوكي لان هذا الحين مهم زين الحين خلينا نسوي اكزامن اكزامن كومباوند يبغى 4 انزين لحظة لارج ستورج 4 كومباوند اوف وش كبرة ده هي يلا سوى ما بنطير مع العصفة هاي ندخش ولا تسويه الحين؟ هي هي يلا سويه شوفه هذا كم ريسيرش يشل؟ اثنين هلا بس نخش عن العاصفة خايسة هذا يشل بس اثنين ريسيرش الواحد هذا اثنين هذا ايش مقلش عندي ما تشوفه؟ قاعد يبني تقريبا خلص طلعت برا خلص خلص بناء بس الباور سورس بيكون مصيبة حقها ترى ما عليك إذا شوف إذا نسوي كذا كذا واحد خليل إن هذا يعني كذا موتر شيء يعني عادي يعني شوف هال اللي مثلا راكبينه احنا عادي يعني شي نحط كله بس سامون مول كهرباء عرفت؟ ها طيب يسد يعني المفروض زين هذا مبنى زين استوى خلنا نبني فيهيكل ثاني بعد تولع مش غلط لان ريسورس عندنا ريسورس وايد يعني لين يوم ريسورس زين فيهيكل بي ليش ما دخلني عندك ميديوم روبر بلد المفروض يكون جوين دايركتري مفروض بنحط عليه سولار ميديوم خلنا نصير نسوي له ميديوم سولار شو رايك مش سولار ويند مو غلط ميديوم ويند مو مسوي له ريسيرش انا اظن في عندنا ميديوم سولار اوريدي زياده لان عندنا بتري واحد كل بتري يبغى له ميديوم سولار واحد بنحط ميديوم سولار عليه عادي يعني مش قضية تعرف؟ ايه فايدة خلني وياك ما ادري ليش جرب مرة ثانية
هاي يركب على الستورج العود بعد. يا ريال يا ريال يا ريال يا ريال. ايوه تعرف ايش سويت؟ اه ركبت ستورج على ستورج. رمى ركب الستورج اللي عندنا على هالستورج. ايه اقول لك عودوا. لا لا الستورج اللي عندنا الصغير هذا البوكس ركبته على الستورج هذا. ايه وفي له جيجد يعني تعرف. خلنا اشيل الكرسي من هناك. احط الكرسي وين عليه؟ بنحط دبل كرسي ما له داعي نخسر الحين كمبوند بنحتاج يعني. يا اخي ليش مطاير دخلني ذا؟ ما ادري. زين احنا ها عليه كرسيين حلو. جرب شوف يمين يسار يدخل ما يدخل. هارم نحط عليه سبون بتري. ايه ها معناه اول عربة قدام. شوف اي انا هني معناه لان وايد اوبي انك تحط مليون ستورج على مليون ستورج. لارج ستورج 4 كبون. ما بس عنه. لا الستورج ما يشل ريسيرش. ايه بالضبط. ايه توقعت. المثلث اللي. ايه المثلث ويشل بس اثنين كل صوب واحد بس. ايه كل صوب واحد. اوكي. نو ايشو. جي جي يا ريال. زين لحظة دق اكسبت انفايت تو واتش انفايت تو لوبي. انفايت تو لوبي اظني اسوي لك صح؟ اظن دشيت عندك. ايوه هذا عندك. انزين شوف انا شو بسوي مثلا. بسوي له بحط ميديوم سولار حلو. يعني هذا العربة الاولى شو بسوي لان عندنا وايد بطرة موارد حلو. بصير بسوي اربعة بتري غير. شو رايك؟ لان عندنا وايد نحن شو اسمه سلس. هي لان وايد سلس عندنا اصلا عندنا يعني. مبارك سوي بعد موتر وراجي. هذا ايش بورتل شي ولا اصلا كومباوند عندنا والسمول باتر شي ولا اصلا احس. خليل تعرف شو شوف ما يحتاج تسوي بطارية احس بس نحط عليه الويند والسولر وويند خلاص بس يعني واحد هذا وواحد هذا شي بس خلاص شي يعني اتس فاين عرفت. لا ايش البطارية لان انت تيك فتره ما في انرجي اصلا. صح نعمت عليه. ايه فالحين نسوي بعد وان ولا خلنا نجرب نسوق. تعال تركب يلا. ما عرفت عدل الكرسي. ها نسوي له روتيت اكس اكس. ها جزاك الله خير خبرتني والله. بسم الله لحظه ليش ما حنحط ستورج زياده؟ اقول لك عندي مكان حق ون مور زياده ستورج هذا عرفت. شو رايك نسوي واحد وني يلا بعدين بتر ان احنا ما من داخله تحت الارض خيبه مدح بريك يشوح. مش الستورج من اي مكان. طيب ما قاعد نسوي ساعتين هذا ما بنحط ما بندخل داخل عرفت. بس لازم نبقى اكسجين يا اخي. اشيل الصغير هذا اكس. اوكي اكس روتيت. زين هذا احسن اذا اكس روتيت. خلاص بشيل انا الصغير هذا حد دش داخل. شو رايك؟ بس نبي نركب سياره واحده نحن يا اخي. بعد هذا تعال تعال بسوي رحله في هذا عقب نشوف ترتيبات. تعال يلا اوكي. لا بعدله 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 بس دقيقه. عرفت؟
بس علينا ستورج. شوف مسير اني بال ريسيرشات اللي الاربعه اللي بارح البارح تحت عقنان هي بتصير النبل يا اخي. تعرف شو الروم نسوي فريق؟ اصلا الروم نفصله هذا القالوستين اللي ورا نخليهم برا وندخله هذا اللي احنا راكبينه. ترى البتري في القالوصه اقول لك ما تشوف انا كهربا تنقص شو السالفه؟ ايه ليش؟ شغال هذا سولاري بلك ولون شغال بعد. بس هذا اذا دخلناه اصلا معانا شوف الويند بنا دحين لانه عود عرفت معاناه سواكته معاناه يخرب بيته. يشوح يا ريال يخرب بيته. بر لا يبال الموتر الصغير وهذا نحط عليه ستورج ولا شيء عرفت. بس الموتر صغير حرام ما يقلص يا ريال. هي حرام ما يقلص. واو ابوك ها كيف زين؟ نسير فيه ليش لا؟ لا لا تعال احنا عاقين هناك اوريدي برا. يلا عاقين اوريدي برا نحن. وين الصور وين الاكس مال جت اختفت شوف. اي والله اختفت شكله. بس تد من دربنا انا سموه. ايه لحظه تربه هذا ريسيرش اللي طايح ولا شو؟ لا هذا شو هالحفره هاي دشيناها نحن ظاهر شيء نحن ما ينهى الدرب يعني وين حفرنا شو اسمه وقف ما يحرك ليش ماشي انت على حصان. اوكي في هاي المون ريسيرش بوينتس خليلني الدخل عقب يوم بني بسيارة وهذا اقول لك ادخل ادخل سوق شوف شو وقتك كيف ادخل تعال. شوف كيف شو وقتك نبى تيتانيوم نحن نحن اذا نبى شيء الحين نبى تيتانيوم. يلا روح وين سيده؟ اظني كان سيده واحد. هي ها شو كومبوند تو تو اذا كومبوند بشيله كومبوند هي تعال هي. كم تحس عمرك شيخ يا رجال؟ هل استغفر هل الستور تحس عمرك شيخ؟ تعرف شو مسوي؟ وايد وايد مكان شيء. ها؟ شوف البتري ما ياخذ بالموتر اللي احنا نسوقه لا من اللي قلصينه. كفو. خلص الكمبوند اللي هنا. شوف هي خلص. شوف. مال هذا هذا لا دستوي بس حق السيت اب مال نحرك سيارتين احسن. ها سؤال ثاني لحظه 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 ويت 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 اي ونت تو تشيك سمثينج. اذا اسوي تثرس واحط لي لحظه والله يستوي نصر. شو شوف تثر وين نشبك؟ ايه وانت بوست السيارة بوس بوس يا ريال صح؟ ايه خلنا ندخل داخل كهف تعال مش كهف نصير عند ال تعال تعال دوان ها بسوق اظن الصوب الثاني كان مبني زين كيف يعبي ولا لو بس ها؟ ايه انا حاط له العود بعد عن قصد في واحد صغير بعد وسولر صغير لو تشوف اشوفهم. ايه بس اذا دخلت كهف اظني على طول بيصرف كل شيء. انا اظني هاي درب غلط تصدق؟ ادري والله هذا هو اذا شفت ريسيرش في الدرب بنشله يا ريال. اوكي هذا هو اح في الكرسي هني تحيد الكرسي هي نشله الا ليش لا؟ عندنا مكان. انا مركب واحد زياده. انا ظني يصير اربعه ريسيرش النصور.
probably. متأكد بس 3؟ شوف عين جرب. إذا يشيل 4 ريسيرش ترى وايد حلو. هلو ريسيرش خليل وقف. شوف شوف البريك كيف توقف غلط. شو شوفي تحت هنا. تحت اكسجين في دنيا. لازم تيل. ايه. الواحد. بيش الاربعة. حفرتين. شكله بيش الاربعة. ان شاء الله يش الاربعة عادة بك وايد زين. نتمشى على الكوكب تقول شو يا كورنيش هذا بعد العود ما سوينا العود اظني بعد احسن وايد ها شو مالي بوينت خلنا نشيلها هني هاري بوينت نص بوينت ندور يا ريال سوق سوق مو تسوق مرة عندك عندك سكر هذا ريسيرش صح ولا احصى بوينتس ما ادري ها معناه نوقف هذا برا عند مد اللي داخل اكسجين كل شيء في الدنيا نسوي يا ريال ها هذا ايوه هذا عاد 8000 بوينت في هذا انا اخر واحد حصلته والله هذا الاسطوانه حصلته 8000 بوينت اعطاني يركب عنده كفو اقولك يركب تعرف وين بعد شوف ورا هي وقدام نحن نرمي شلشته الحين ايه مش لا تنسى نحن عندنا باور جنريشن ودنيا عجيب الرزق نبا ما نبا صح بدنا نشل بس تي الموجودين نشل نشل يا رجال داون هني نشل هو كفى بعيد عن الحفر عيلة اوه تب تعال شو هذا الراديو انا طلع هنا شوف شوف هالريسيرت شوف شكله عجيب شكله عجيب شكل الراديو ما ادري شو هذا بس عادي يعني ركب بعد رومي نشيل الاثنين ريسيرش غيرك ترى عجيب اشكرك يا نصر صراحة انت وفي منك اثنين انا ما كنت بعاني بحياتي وين صار هلا سوق لو 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 ها شو هناك ها هاي بقعتنا ايوه هذا ما برا سلام عنده حبريك يعترض يا رجل لا يبغى نسيب قطار من الخاطر يلا صرنا البس اوكي وهاي ما يركب ما يركب ترى يبند لا يبند الفتحات عق الكرسي عق يا راي خلي زقه ولا الكرسي خلاص وايد صح ترى بنرد عادي ايه اركب بتصير البس نزل و عندما هاي صار فيه الكهرباء بسوي العربة غير الحين مو بغلط وانت سير وانا بقعد اسوي ريسيرش وارتب البيس واحاول اسوي لك ميديم باتري
غلط. بس أربعة أظن نفس وقت بتكون أوكي لين خمسة عقب بيستوي وايد ما صعب. أنا... ما أعرف حتى توقعاتي لأن تسبيشن مالنا يعني. أب... الحين لازم تحاسب على الحفر وايد. ويشوح ترى هو يمشي سيدا. أنت الحين قاعد أمشي سيدا ما قاعد ألف، شوف كيف يمشي بدون ما ألف. شوف كيف يمشي. وين بيس أنا صار؟ يبغالنا بيكنز حق الدرب يا أخي. إيه. باي صح. أح. هالي على اليسار ريسورس أظني لا ولا لا زوردة شيء صار ما تشوف. نشب. أحاول ألف 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 أيوة بيطلع بيطلع طلع كفو. إذا حصلنا كم باند ولا شيء بعد من السلة أظني. انا ابغى تيتانيوم عشان اسوي لنا سلندرات يا اخي عرفت ننزل تحت نطول عادي عادي الاول يا اخي كان سلندر سهل في... شوف في كواكب ثانيه يعني نروح لها الماتيريالز وايد سهل فيها يعني عقب يوم نسوي شتل شتل وايد ايزي لي اوكي وايد ايزي لي ماتيريال وين بيسره؟ فعل هذا يعني أنت ما نروح كوكب جديد أنا بدك شيء من أول جديد يعني؟ لا لا نروح هناك نفرم سامان عرفت؟ شتل بعد الترم تسوي بشي تخليه ستور يعني عرفت؟ نروح مشل ساماننا ويانا صحيح؟ لا مرم 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 وايد يعني مو بكل شيء أظني بس شوية ريسورس الرمشل حتى مش وايد تبدأ فيه هناك شفت الموتر اللي ورانا كيف؟ ايه؟ يعني ترم تركب هذا الموتر شي عليه يعني. اوكي شو صار في عدك عندي؟ ماشي ماشي لا الموتر اللي بالنص ماشي به صار تحت الموتر معنا ايوه ساعدني مسور اوكي طلع ما أيوه ما في عزم يا ليل ايوه ايوه من تحت شوي خليه يطلع علي سلطان سلطان هذا ناشب مهني هي الحصى الحصى اللي ناشب اوه ما جبته تصدق يا لب اخوي ما خلي اخوي تعال نحن لازم نوقف شيء عشان نبني واحد ثاني صح شيء يعني صح اهم شيء البركه يا اخي درول يا اخي درول لا لا هذا هذا بشوف كم بيعطيني بس حط بني اكزامن ما يعطيني شيء ليش؟ بيس ايتم يقول لي يقول ما يسوي له ريسيرش هذا اصلا ما اعرف ليش هذا مش ريسيرش هذا اظني والله زينه بعد زين خلنا ما يلعب فيه كوره عقب قول ترى في مكانه على هواك زين لحظه شويه بس هاي الحلقه هاي خلص خلنا بقى تسجيله